السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ انا احمد جاويش ودي قناة برومو. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهاردة معانا مراجعة مسلسل وش وظهر. قبل ما نبدأ ما تنسوش تشتركوا في القناة، عايزين نوصل بقى ل 1000 مشترك، فيلا اشتركوا في القناة واعملوا لايك للفيديو وفعلوا زر الجرس، ويلا بينا نبدأ. بتدور احداث المسلسل عن جمال اللي بينتحل شخصية دكتور وبيشتغل عنده ممرضة اللي برضه وراها سر كبير. نتكلم شوية عن القصة والسيناريو، واول حاجة حابب اشيد بيها ومن اكتر الايجابيات اللي موجودة معانا وهي تقديم الشخصيات. المسلسل من اول لحظة فيه هو قدر يقدم الشخصيات بتاعته بشكل حلو جدا. جاب شخصية البطل معانا، شخصية جمال، ورانا الابعاد بتاعت الشخصية كلها، ورانا الماضي بتاعها، الخلفية اللي هو جاي منها، القرارات اللي بياخدها، خدها كل حاجة على طول كده. ده تقديم الشخصيات اللي انا احب اشوفه في الاعمال، ان انت قدمت لي الشخصية من الالف للياء، فانا بقيت عارف ابعاد الشخصية دي، بقيت يعني انا متعمق معاها، فاي قرار هو هياخده انا هبقى عارفه، لان انا عارف دماغه ماشية ازاي كده. فتقديم الشخصيات هنا حلو جدا، كان يعني عارف شال عننا بقى هم ان احنا هنقدم شخصيات او هنكشف اسرار عنها او اي حاجه من الحاجات دي. لا، هو خد الشخصيه هي دي اهي من اولها لاخرها، وشوف بقى المواقف وهو بيتعامل فيها ازاي. وكمان سرد القصه كان حلو برضو، ويخليني بقى اقول سرد القصص مش القصه، احنا عندنا قصه واحده ولكن القصه دي بداخلها مجموعه من القصص، ودي برضو من الحاجات الايجابيات اللي موجوده معانا، ان كل شخصيه حتى لو شخصيه فرعيه فهي ليها قصة مكتملة بيها، وانت بتشوف احداث المسلسل القصة دي، القصة بتبقى مكتملة الاركان والجوانب، وبتعرف بدايتها نهايتها كانت موجودة ايه وايه اللي حصل بالظبط، فما بيسيبش اي تساؤل الا وبيتجاوب عليه. والقصة دي كلها يعني القصص دي كلها في طريقة سرد كانت حلوة جدا، والقصة كلها مجمعة القصص القصيرة اللي داخلها دي بشكل جميل جدا. طبعا الجانب الدرامي في المسلسل كان موجود حلو جدا، وكان جانب درامي كوميدي مش جانب درامي من الاصلي، جانب درامي ممزوج بالكوميديا، والميكس ده برضو اضاف جدا للمسلسل وادانا كمية متعة حلوة قوي بتخليك تخلص المسلسل كله في قعدة واحدة لو انت ما كنتش متابعه من الاول. نروح دلوقتي لنقطة ربما تبقى مثيرة للجدل شوية. من الحاجات اللي مش عجباني في المسلسل ان هو في بعض الافكار السامة، مسلسل قدر يعالج بعض الافكار دي، ولكن في شوية افكار تانية المسلسل ما قدرش يعالجها بشكل حلو يغطي على اي افكار سامة موجودة فيها. زي مثلا ان احنا بنشوف في بداية المسلسل ان البطل بتاعنا هو شخص مش مكمل تعليمه، ولكن على دراية كبيرة جدا بالطب، وكان يعني شغال مع دكتور في عيادة وكده، فعنده خلفية واسعة جدا. في نفس الوقت الشخص ده يعني مش مرتاح في بيته مع مراته، في برضه فارق ما بينهم بحيث ان هي مكملة تعليمها وهو مش مكمل تعليمه، فطبعا هو مش مرتاح في عيشته مع مراته، فبيقرر يعمل ايه؟ بيقرر ان هو فجأة هيمشي من غير اي مقدمات، من غير اي حاجة، بينزل بقى هيعمل حاجة فجأة، بيمشي يسافر ويروح بلد تانية ويعمل ان هو دكتور ويشتغل كأنه دكتور عادي ولا في اي حاجة حصل. تمام، طيب ايه المشكلة في هنا؟ ان دلوقتي في موضوع ان واحد يسيب بيته ويمشي بكل السهولة وكل دي لمجرد ان هو في مشاكل بينه وبين مراته. يا عم في مشاكل، وانت جبت لنا من خلال القصة ان الموضوع من الاول ما كانش نافع، فبتكمله ليه؟ ليه تطلعوا لنا ان الجواز يعني اللي هو علاقة فاشلة كده، وان اي حد ممكن يسيب مراته ويمشي في وقت يعني عادي خالص؟ هل ده ما بيحصلش؟ ده بيحصل، وانا متفق ان هو بيحصل ويعني وهيحصل عادي، بس في التأثير بتاع حاجة زي دي في مسلسل ان ممكن واحد عايش عيشة مش عاجباه ولكن صابر وراضي وخلاص، يجي يتفرج على المسلسل يلاقي ان البطل في اول مشهد متضايق من مراته وبيسيبها ويمشي فيقوم عامل زيه. فهنا ده الفكرة السامة اللي موجودة معانا، ان انت مش اي حد مخنوق يا جماعة من بيته اللي هو يسيبه ويمشي، يعني مش قد البيوت ما تفتحوهاش من الاول. طبعا المسلسل حاول ابراز شخصية الزوجة ان هي شخصية مش كويسة، شخصية يعني محدش يحب ان هو يعاشرها، ولكن برضه يا جماعة الامور ما بتتاخدش بالاساليب دي، يعني مش ان انا ابقى متضايق من البيت بتاعي اسيبه وامشي من غير حتى ما اقول ان انا ماشي. ومن الافكار برضو اللي ضايقتني وانا شفتها ان هي سامة جدا موجودة معانا في المسلسل، هو ان في بيطلع شخصية كده موجودة معانا المفروض ان ده شخص محترم وبيعمل خير وراجل اللي هو بيتكلم بقال الله وقال الرسول، فجايبين لنا مين يعمل الدور؟ الفنان محسن منصور. مع احترامي طبعا لكامل الفنان، ولكن الراجل ده شرير معروفة كده، انت بتشوفه في اي حاجة ايا كانت ايه هي هو شرير. فانا قاعد انا بتفرج عليه كل كلمة لازم بيقول احاديث، بيقول ايات قرآنية، الاعمال اللي بيعملها اعمال كويسة جدا، ولكن في حتة من جوايا مش مطمنة اللي هو الراجل ده يعني انت هتبقى شرير امتى؟ ايه الموقف اللي هيحصل يغيرك ويبينك ان انت يعني يرجعك ويبينك على حقيقتك؟
لكن بنشوف ان هو الراجل دي حقيقته ما فيش اي حاجه، وعنده بعض الافكار ممكن ان انت ما تبقاش حاببها، ولكن في الاول في الاخر من ضمن الحاجات اللي احنا بنشوفوها والاعمال اللي هو عملها كالشخصيه اللي موجوده معانا، ده راجل طيب ما فيش اي حاجه شريره هو عملها. بس برضو المسلسل بيحاول يبرز لك هو برضو في ناس كرهاه، ان هو لما بقى مش موجود خلاص اتنسى ومحدش فكر فيه، وان هو شخص مش جدع ولا اي حاجه، في حين ان انت هتمشي في القصه تلاقي ان في شاب معانا طالع، الشاب ده شغلته ان هو بيجيب رقصات يشغلهم في الافراح والحفلات، تلاقي الشاب ده ابو المجدعه كلها اللي موجوده معانا في القصه، جدع مر بشويه انعطافات ولكن في الاول في الاخر جدع. فانت مطلع لي الشاب اللي بيشتغل في الافراح ويجيب بنات يرقصهم ده جدع وابو الرجوله وابو كل حاجه، ولكن انت لما جبت لي الشخصيه التانيه الراجل اللي بيتكلم بقول الله وقال الرسول طلعتولي ان هو ده وحش، ولما بقى مش موجود محدش بقى فاكره اساسا، واللي هو يعني احسن في داهيه وغار في داهيه. برضه يا جماعة دي فكرة سامة بتبين لك ان اي شخص بقى بيتكلم بالاحاديث وبالحاجات وبيعمل خير مع الناس، لا هو من ده قدام الناس بس، لكن لما بيجي هو لوحده لا الراجل ده شرير والراجل ده وحش، وجايب لنا دور اصلا في المسلسل اللي هو ده واحد شرير، واحنا كلنا في مصر كلنا عارفة ان الراجل ده بيطلع في اي دور بيبقى شرير. عايز تعمل واحد شرير هاته وحط له حاجات في السيناريو يبقى الراجل ده مش كويس بقى انا اقتنع بيه، انما تجيبولي ان هو عادي ولكن لمجرد ان هو بس الموضوع ده ان هو شخص يبقى بيعمل خير وكده فده لازم يبقى وحش، والناحية التانية تجيب لي واحد بيرقص الناس يبقى حلو، لا هنا لازم انا اقف واقول ان دي فكرة سامة، فكرة انت بتعملها. يعني المسلسل بقى مليان حاجات من النوعية دي، لو كل موقف لوحده عادي مش هيأثر في حاجة، ولكن لو ما تجمعهم كده مع بعض تلاقي في فكرة غريب كده في المسلسل، شوية في شوية افكار سامة كانت محتاجة ان هي تتعالج. مسلسل عالج برضو بعض الحاجات، زي مثلا هو دلوقتي شخص انتحل شخصية الدكتور، هو ما اذاش حد ما عملش حاجة في حد، بل هو عالج الناس والناس كلها جت شهدت له، ولكن في الاول في الاخر ده يعني حاجة دي جريمة اللي انت عملتها ولازم تتعاقب عليها، هو تعاقب عليها في دي حاجة من الحاجات المسلسل يعني ايه عالج شوية افكار سامة بتاعته. انت لازم لما تعمل لي فكرة تجيب لي العاقبة بتاعتها عشان انا اقتنع ان انت كده بتناقش حاجة صح، يعني مثلا واحد مجرم واحد قتل قتل بيتعدم يعني مفيش بقى حاجه، ما تجيبليش مثلا ان هو ايه لا حصل اي حاجه تانية مثلا اهل الميت سامحوه فخلاص لا عادي بقى واطلع وعيش وكده، لازم تعمل جريمه لازم يبقى فيها العاقبه، ليه؟ عشان ما تبقاش انت ساعتها فكره سامه. اتمنى اكون انا وصلت لكم وجهه نظري، ويهمني اعرف رايكم ايه في الكلام اللي انا قلته ده، لكن سيبنا من الافكار السامه ونحاول نكمل فيديو بموضوعيه شويه. هنروح للاداء التمثيلي، اياد نصار بيقدم لنا دور حلو جدا، واياد نصار واحد من الناس يعني الممثلين التقال، يمكن هو مش الافضل عندي او يمكن مش اكتر ممثل انا بحبه في الدنيا، ولكن هو الراجل ده ممثل تقيل جدا وبيعمل ادوار حلوه قوي. لكن بقى الشخصيه اللي انا مبسوط منها جدا هو الفنانه ريهام عبد الغفور، اللي هي بدات يعني تاخد ادوار تانية غير الادوار اللي هي بتلعبها من سنين طويله، بدات تحاول تغير من جلدها شويه، وده ابرز لنا موهبتها بشكل كبير، ان هي يعني مش مجرد واحده دخلت المجال الفني بسبب ان ابوها او امها ممثلين وخلاص، لا بالعكس هي عندها قدرات تمثيليه حلوه جدا، ولكن كانت يعني زاويه معينه قاعده فيها نفس الادوار نفس كل حاجه، ولكن في الاونه الاخيره من كام سنه بدات تغير وبدات تعمل لنا ادوار حلوه جدا، ومنهم دور النهارده. من الحاجات برضو الكويسه في المسلسل ان احنا شفنا فنانين قديرين زي الفنان القدير محمود قبيل والفنانه القديره ميمي جمال، محسن منصور واسلام ابراهيم، رغم ان انا اتكلمت عن ان الكتابه كان فيها شويه لخبطه وكان في شويه افكار والحاجات اللي انا اتكلمت فيها دي كلها، ولكن هم عملوا ادوار كويسه جدا. نروح للاخراج، الاخراج هنا معانا من المخرجه مريم ابو عوف بنت الفنانه راحل عزت ابو عوف، الاخراج هنا حلو، الكادرات التصوير كل الحاجات دي كانت كويسه، والمزيكا هنا كانت حلوه جدا، والاغاني المستخدمه كانت حلوه. الاخراج انا بس مشاكلي معاه مشاكلي في الافكار اللي كان المسلسل بيحاول يناقشها، مش عارف الكلام ده بجد ولا انا مثلا اللي شفت الموضوع بنظرة تانية مش عارف، ولكن الاخراج في حد ذاته كصورة بصرية وكده حلو، الافكار دي بس كانت محتاجة تتظبط شوية اكتر من كده. مسلسل وش وظهر يعني مسلسل حلو جدا، انا كل اختلافي معاه في الافكار اللي انا اتكلمت فيها، لو كان قدر يقدمها لنا بصورة احسن من كده كان المسلسل ده انا مش هلاقي عنه سلبيات وانا بتكلم النهارده. وبس كده هنسال المشاهدين، يكون خلص فيديو النهارده، يا ريت لو عجبكم تدعموني بلايك وشير ليه، واللي مش مشترك في القناه ينزل يشترك ويفعل زر الجرس عشان كل ما انزل حاجه جديده توصل له، واشوفكم تاني وفيديوهات جايه كتير ان شاء الله. السلام عليكم.